بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي طلاب الصف الخامس grade 5، الآن نجيب سويا على ورقة العمل المخصصة لمراجعة مادة اللغة العربية. نبدأ بالسؤال الأول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أصنف كل سلوك مما يأتي بوضع علامة صح في العمود المناسب. الإصلاح بين المتخاصمين ينهانا الله تعالى عنه، أم يأمرنا الله تعالى به أن نصلح بين المتخاصمين؟ نعم، يأمرنا الله تعالى به. تقوى الله، الخوف من الله والإيمان بالله، نعم يأمرنا الله به. السخرية من الآخرين سلوك سيء ينهانا الله عنه، ينهانا الله أن نسخر أو نهزأ بالآخرين. التجسس على الآخرين، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ينهانا الله عنه. التنادي بالألقاب السيئة، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، ينهانا الله عن التنابز بالألقاب والتنادي بالألقاب السيئة. ترك الظن السيء، ألا تظن ظنا سيئا بإنسان، نعم يأمرنا الله بترك الظن السيء. ننظر إلى السؤال التالي. ماذا يقول يا شباب؟ أحدد المبتدأ والخبر وأضع عليهما علامة الرفع فيما يأتي، لأنني أمامي جملة أستخرج منها المبتدأ وأستخرج منها الخبر مع وضع علامة الرفع عليها. أزهار الحديقة فواحة، أزهار الحديقة فواحة، أين المبتدأ؟ المبتدأ تبدأ به الجملة، إذن المبتدأ أزهار. المبتدأ أزهار. الخبر أزهار الحديقة فواحة، نعم أحسنتم، فواحة، فواحة، أزهار الحديقة فواحة. بقي معنا في الجملة علامة رفع أزهار، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الخبر فواحة أيضا مرفوعة وعلامة رفعها الضم. المدينة نظيفة، المبتدأ المدينة والخبر نظيفة، والخبر نظيفة، علامة الرفع المدينة بالضمة نظيفة أيضا علامة رفعها الضم. العمل الجدي مفيد، العمل هو المبتدأ بدأت به الجملة، العمل الجدي مفيد هو الخبر، أخبر بالعمل وأخبر عن العمل أنه
مفيد، إذا مفيد هو الخبر. نأتي لعلامة الرفع، هنا علامة الرفع العمل ضمة، مفيد أيضا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. نأتي السؤال التالي يا شباب. السؤال التالي يقول: أصل حروف الكلمات الآتية لأكون كلمة صحيحة. أمامي بعض الحروف أكون منها كلمة، الشين والألف والطاء والهمزة، ولكن نلحظ أن الطاء تحتها كسرة، الحرف الذي يسبق الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة تحته كسرة، إذن تكتب الهمزة على نبرة، شاء طئ. الميم والباء والدال والهمزة، الحرف الذي يسبق الهمزة الدال مفتوح، نعم تكتب كلمة مبدأ والهمزة على الألف. الألف والميم والراء والهمزة، والراء عليها ضمة مضمومة، إذن الهمزة تكتب على الواء، امرؤ امرؤ. نذهب سريعا يا شباب إلى السؤال التالي، كلها أسئلة جميلة مفيدة تذكرنا بما درسناه. استخرج الفاعل واضبطه بالشكل في الجمل الآتي. أمامي جملة استخرج منها الفاعل: تفقد الفلاح الزرع. تفقد هو الفعل، من الذي تفقد؟ من الذي قام بالفعل؟ الذي قام بالفعل هو الفاعل. من الذي تفقد؟ هل الفلاح الذي تفقد أم الزرع الذي تفقد؟ نعم الذي تفقد هو الفلاح والذي قام بالفعل، إذن الفلاح هو الفاعل. راجع التلميذ الدرس، من الذي راجع؟ من الذي قام بالمراجعة؟ هو التلميذ، إذن التلميذ هو الفاعل. يحترم السائق إشارات المرور، من الذي يقوم باحترام إشارات المرور؟ السائق، إذن السائق هو الفاعل والذي قام بفعل الاحترام. نأتي للعلامة يا شباب. علامة، نعرف أن الفاعل دائما مرفوع، علامة الرفع هنا الفلاح مفرد، إذن علامة رفعه الضمة. التلميذ أيضا مفرد، علامة رفعه الضمة. السائق مفرد وعلامة رفعه الضمة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نذهب إلى السؤال التالي. ماذا يقول السؤال يا شباب؟ السؤال يقول أن أمامي بعض المواقف، ماذا أقول فيها؟ أمامي بعض المواقف، ماذا أقول فيها؟ عندما أهنئ أحدا بالشفاء أو العودة من السفر، ماذا أقول له؟ ممكن أن أقول له: حمدا لله على سلامتك، حمدا لله على سلامتك، سواء العودة من السفر أو الشفاء من المرض. عندما أسمع بمصيبة وقعت، أي مصيبة كانت، ماذا أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يقدم أحد لي معروف، أي أحد يقدم لي أي معروف
ماذا أقول له؟ نعم، ممكن أن أقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. عندما أزور مريضا ماذا أقول للمريض؟ أدعو له بالشفاء، أكيد، شفاك الله وعافاك. هذه بعض المواقف. نذهب يا شباب إلى السؤال التالي. أكون جملة من بعض الكلمات، أمامي بعض الكلمات المتفرقة، أكون منها جملة. الكلام أفضل، الصمت بلا فائدة من. نعم، لابد أن أستخدم مهارة تكوين الجملة، فأقول الصمت، نعم، أفضل من الكلام، أفضل من الكلام بلا فائدة. العبثي، من القراءة أنفع بالهاتف؟ ممكن أن نرتبها فنقول القراءة أنفع من العبث في الهاتف أو بالهاتف. القراءة أنفع من العبث بالهاتف. نذهب إلى السؤال التالي يا أبطال. أجمع كل مفرد فيما يأتي الجمع المناسب، ثم أذكر نوع الجمع. أمامي كلمات مفردة، أجمعها وأعرف وأذكر نوع الجمع. الكلمة الأولى كتاب. ما جمع كتاب؟ أحسنتم، كتب. ما نوع الجمع يا شباب؟ هل هو جمع مذكر سالم أم جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟ نعم، هو جمع تكسير، هو جمع تكسير. مسلمة، جمع مسلمة، مسلمات، مسلمات. ما نوع الجمع؟ انتهت، جمع مؤنث وانتهى بألف وتاء، إذن هو جمع مؤنث سالم. صابر، صابر، جمعها صابرون، صابرون، جمع مذكر انتهى بواو ونون. نعم، هو جمع مذكر سالم، مذكر سالم. إذن عرفنا أنواع الجموع يا شباب، أنواع الجموع جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. أمامي جملة ناقصة، أكملها بكلمة مناسبة. يا أيها، يا، إذن هذا أسلوب نداء. يا أيها، نقط اجتنب السرعة. نعرف يا جماعة، يا شباب، يا أيها لابد أن يأتي بعدها، نعم ممتاز، كلمة تبدأ بأل، بأل. إذن يا أيها السائق مثلا، يا أيها
السائق يا أيتها. إذن الذي يأتي بعد يا أيتها مؤنث يبدأ بأل، مثل يا أيها مذكر بدأ بأل، يا أيتها مؤنث يبدأ بأل، يا أيتها نقط اجتنبنا الغيبة. ممكن أن نقول يا أيتها النساء أو البنات أو السيدات اجتنبنا الغيبة، اجتنبنا بمعنى ابتعدنا عن الغيبة، هو ذكر مساوئ الناس في غيبتهم. نادي ما يأتي وفق المطلوب، أي أكون أسلوب نداء، أنا أكون أسلوب نداء وفق ما هو مطلوب. أنادي الطالب، أنادي هنا الطالب، أناديه بأي شيء، بأن يجتهد في المذاكرة. ماذا أقول؟ طالما يا شباب الطالب بدأ بأل يأل، إذن وهو مذكر، إذن نبدأ بيا أيها، يا أيها الطالب، الاجتهاد بالمذاكرة، اجتهد بالمذاكرة، سهلة جدا. الفتيات بها أل ومؤنث، إذن تبدأ بيا أيتها، يا أيتها الفتيات، ماذا؟ بارتداء الحجاب، نعم ارتدينا الحجاب. وبهذا تكون قد انتهت أسئلة المراجعة. خالص أمنياتي لكم أحبائي بدوام التفوق. تحياتي لكم جميعا، كان معكم معلم اللغة العربية الأستاذ حسين بحر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.